المقصود أن طالب العلم لا بد أن يرتب نفسه وينظم وقته، والكتب التي يريد أن يحفظها باستشارة أهل العلم وبقراءة ما كتبه أهل العلم في هذا الباب. فالمبتدئون لهم كتب في الفنون مدونة وموجودة في كتب وفي أشرطة وفي محاضرات. الطبقة الثانية لهم كتب، الثالثة لهم كتب، يعني لو قرأ في الطبق كتب الطبقة الثالثة قبل أن يقرأ في الثانية يمكن لا يستفيد أو تكون فائدته أقل، وهكذا. طيب، يقول بعضهم أن كتب الطبقة الأولى التي قرأتها ثم قرأت في كتب الطبقة الثانية فيه تكرار، ثم قرأت في كتب الطبقة الثالثة فيه تكرار العلم، يعني كتاب فقه مثلا متن فقهي صغير للمبتدئين ومتن فقهي أكبر منه للمتوسطين أو الطبقة الثانية على حسب توزيع الطبقات الثلاث أو أربع، ثم الذي بعده للمنتهين المتقدمين. يقول اللي في الطبق كتاب الطبقة الأولى أقرأه في كتاب المتقدمين. هذا الكلام صحيح وليس عبثا، وإلا سووها زوائد كتب الطبقة الثانية زوائد على كتب الطبقة الأولى، والثالثة زوائد على طبقة. وهذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن التكرار مقصود لأهل العلم، فبالتكرار يثبت العلم، يثبت العلم. لأن تقرأ مثلا في كتب ابن قدامة، ألف العمدة ثم ألف المقنع ثم ألف الكافي ثم ألف المغني، اللي في العمدة كله في المغني. نأتي إلى المغني ونحذف المسائل التي في العمدة، أو الذي في المقنع موجود في الكافي، وهكذا. هم قصدهم من هذا أن تتكرر هذه المسائل بأساليب متنوعة، يقرأها بأسلوب سهل ثم يترقى إلى أسلوب أصعب منه فيصلب عوده ويتقوى، ثم يترقى إلى ما هو أصعب وأكثر تشعب، لأن الصغير ما يتحمل التشعبات. يكون في الطبقة الثالثة قد تأهل لمعرفة الروايات بأدلتها وهكذا، وفي المرحلة الأخيرة يكون تأهل لتلقي الخلاف، خلاف الأئمة بأدلتهم.